السلام عليكم وأهلا بكم في القناة. التدبيرة اللي جبتها لكم اليوم هي كيفية الاحتفاظ بالتمر في المجمد بلا ما يتغير لونه ولا شكله ولا ذوقه، ويبقى على حاله كما راكم تشوفوا فيه أمامكم في الصورة ما شاء الله. وبما أنه راه متواجد في الأسواق بكثرة وراه الأسعار تاعو معقولة، دونك ديروه بنفس الطريقة اللي حنوريها لكم، خبوه لشهر رمضان المعظم بحول الله. وهذا التدبيرة تانيك تخص الإخوة أو الأخوات المغتربات اللي حبوا كيجوا يدوا معهم التمور تاع الجزائر، يديروا نفس الطريقة، يخبوه في المجمد وكيجوا رايحين يدوه معهم. إذن هنا عندي العرجون تاع التمر كيما راكم تشوفوا، نحيلو هذوك الشطوط اللي جو من الفوق. هذا بالنسبة اللي راحين يخبوه في المجمد لشهر رمضان المعظم. أما اللي يكونوا مغتربين ويحوسوا باش يدوه للخارج، يخلوه عرجون كيما راه، وراحين يديروا له نفس الطريقة اللي راح نديرها أمامكم. نجيب لو فيلم اليمونتير او البلاستيك الغذائي ونبدا نبلاستيفيه في التمر. ندير كميات قلال فقط، قسمه جبد وقسمه زحق. هذا بالنسبه اللي يحبوا يجمدوه او يخبوه لشهر رمضان بحول الله. اما المغتربين واللي يحبوا يدوا معهم التمر، يخلوه عرجون كما هو كما يشروه، ويبلاستيفيوه اي يدوروا عليه كامل هذاك لو فيلم اليمونتير باش ما يدخلوش كامل الهواء، ويزيدوا يديروه في ان غون ساشي ويدخلوه في الكونجيلاتور، وباذن الله راح يبقى لهم كما هو ويفرحوا بالنتيجه. وبعد ما نكمل الخطوة الأولى، عندي هنا لي ساك دو كونجيلاسيون وعندي اون بواط اللي راح أخبي فيها التمر تاعي. إذن هنا نجيب الساشي وندير فيه كمية تاع التمر كيما تحبوا، تعمروا فيه تعمروه كامل ولا تعمروا فيه جزء فقط باش تقدروا تغلقوه مليح، وتعودوا ديروه في لابواط تاعكم بهذا الشكل. وبعد ما تكملوا تخلقوا مليح لابوات تاعكم وديروها في المجمد. وهنا باش نوري لكم النتيجة تاع التدبيرة، خليت لابوات تاعي مدة أسبوع كامل باش تشوفوا التمر كيفاش يقعد على حاله كما قلت لكم، ما يتبدل لا في اللون ولا في الشكل ولا في الذوق، ميم با ما يديرش الماء وما يبس ما والو.
راحين تشوفوا مباشرة النتيجة. وهذه هي النتيجة. الحبة تاع التمر تبقى عادية، ما تيبس، ما دير لا ما لا والو، تبقى كيما هي كيما راكم تشاهدوا. حتى ولو يجوكم ضياف على غفلة تقدروا تحطوا لهم التمر عادي. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من تدبيرة اليوم، ونلتقي في افكار وتدابير اخرى باذن الله.